الرئيس محمد مرسي يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا. الرئيس يوجه كلمة للأمة من جامعة القاهرة عقب أدائه اليمين بحضور قيادات شعبية وتنفيذية ونقابية وحزبية. المشير طنطاوي يهدي درع القوات المسلحة للرئيس مرسي خلال العرض العسكري الذي أقيم تكريما له. مرسي يقرر إقامة حفل خاص لتكريم قيادات وضباط القوات المسلحة. نيابة الأموال العامة تحقق في استيلاء مبارك على أموال زلزال عام 1992. أمناء الشرطة المفصولون ينقلون وقفتهم الاحتجاجية من أمام الداخلية إلى قصر الرئاسة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، واصل مع ضيوفي الاعزاء. احنا هنتكلم النهارده في الابداع في مصر. الابداع في مصر ما بعد الرئيس بقى، ولا ما بعد الثوره، ولا ما بعد الاخوان. انا مش بنقل مخاوف علشان في تحفظات كتير على كلمه مخاوف. الصحفيين لما حد بيقول لهم وحريه التعبير يقول لك احنا ما حدش يدينا حريه التعبير، احنا نعرف ناخد حريه. الاعلاميين احنا نفس الشيء، ما حدش يقدر يفرض علينا، احنا هناخد حريتنا بايدنا، هنعرف نعمل ده. المبدع أيضا، لكن المبدع أكثر حساسية تجاه الرقابة والرصد والتهديد والحلال والحرام. في مشكلة في الفهم، البعض ملتبس عليه الأمر، البعض عايز يعمل فزاعة، ربما البعض عايز يقلقك علشان تراجع نفسك ويحسسك بأنك تحت قيد. وده أول شيء ممكن يسجن المبدع. إذا المبدع فكر وقلق وخاف، المسألة مسألة تكوين، الدنيا بتهتز معاه. احنا معانا النهارده تركيبه مختلفه من المبدعين. معي الكاتب والسيناريست والمخرج محمد دياب. اهلا وسهلا يا محمد. اهلا بيك استاذ، وبهنيك على فيلمك رافع راسنا. ده متشكر. 181 قاعه، ده انت ما عرضتش هنا في 181 قاعه عرض ولا ربعهم. سبحان الله. فرنسا 101، كام مشاهد لغايه دلوقتي شاف فيلمك؟ الحمد لله 200,000 تذكره في فرنسا. 200,000 تذكره، ما شاء الله. توفيق ربنا، يعني ايه، عشان الواحد بقاله فتره مش مركز في الشغل، فربنا بيبسطه كده من. وعايز اقول للناس ان هذا الفيلم كان ابداع ما قبل الثوره. يعني المساله حاله مختلفه، ربما ما فيش عمل بعد الثوره لغايه دلوقتي عبر عن روح مختلفه، قدم رساله مختلفه، وفيلم كان قبل الثوره. اذا المبدع ملوش دعوه باي حاجه، ليه حاله في كم واحد يعني بس. في بس طبعا. حجم التاثير قد ايه. ومعايا الملحن والمطرب الجميل حمزة نمرة. أهلا وسهلا. أهلا بيك. ومعايا الناقد الشرس دائما طارق الشناوي. أهلا وسهلا. أهلا أهلا. خلوني قبل ما أروح لموضوعنا، عايز جمل منكم بعين كل واحد في مجاله. أنت كسيناريست وكمخرج، شفت الدكتور محمد مرسي في محطاته الثلاث النهاردة إزاي؟ هو الراجل طبعا سيادة الرئيس، يعني دلوقتي لازم نحترمه بعض الشيء، يعني عشان وفي نفس كل الشيء. ولو قلت الرجل برضو له كل الاحترام، بعض الشيء مش قصدي تقليل احترامه، ومش كل الشيء علشان من جاي من فرعنش في النص. راجل مشدود من كذا اتجاه، عايز يرضي، يعني حتى الاستاذ طارق كان اشار حاجه، يعني هستاذرك ان انا اقولها. لا ما تقولهاش، معلش خليه يقولها. لا ما هيقولها، لان انا طب خلاص خليه يقولها. عين الكاتب. انت عيلها، هقول واحده تانية. كان قال لي انه مثلا في احد الخطابات ما قالش دوله مدنيه، مع انه في خطاب تاني قال دوله مدنيه. نعم، دوله مدنيه حديثه، دوله مدنيه حديثه. مش لان هو بيغير كلامه، بس لان هو عنده كان في اول مرحله طائفه من الناخبين، في المرحله الثانيه وسع المساحه، في المرحله الثالثه دلوقتي كمان بيحاول يرضي الجيش. هو مشدود من كذا اتجاه. وفكره التخيل، شخص خارج من سجن ومطاردات طبعا وثوره الى رئيس مصر، مساله برضو تخض. لا ده فيلم سهل، يعني هم بصراحه الحمد لله الثوره مديانا كميه حاجات تتعمل وشخصيات دراميه تيجي من اليمين الشمال. نعم. يعني زي ما انت خلي بتقول، واحد بدا يوم 27 في السجن، النهارده هو رئيس الجمهوريه ومشدود ما بين كذا اتجاه وحاطط رايح في حته النهارده وانت بتتفرج عليه. بس انا عايز تصورك بشكل سينمائي. بشكل سينمائي طبعا. ما انا بقول لك التضار، هو النهارده تخيل هو رايح يصلي، عياطه لما كان في الازهر 100% انت شايفه، هو شايف ان هو كان فاكر نفسه في السجن، يعني باينه
باينه هو شايف نفسه ازاي، مش مصدق مش 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 مستكتر المكان علينا قصدي، ولكن شايف ان ربنا كرمه وكرم يعني الايه اتعكست 100%. فلو شكل سينمائي او اخراج طبعا الراجل حاجه حلم بيسموه بالانجليزي سوريل، حاجه لا يمكن تصديقها انها تكون حقيقيه بتحصل له، وتجربه غريبه للغايه. من اغرب الحاجات المشاهد لما تشوف بتوع الحراسات الخاص اللي دايما كان فيه ارتباط حتى شخصي، يعني دايما مهما كان الرئيس السابق كان ليه، مش كل الناس بتحبه، بس بتوع الحراسات الخاصه كان علاقه بينهم جيده، يعني دايما اسمع كده. فالنهارده تلاقيهم مع مرسي، وقعدت امبارح شفته لما فرد صدره كده، اكيد ناس تانية يعني جايبين منهم بس الفكره العامه قعدت اقول الناس دي بتفكر في دماغها، الله ده انت هتتعبنا يعني، ما ده فاتح صدره وماشي في الشوارع وبيعمل حاجات كده. ففي دراما وفي حاجات كتير، بس على الاقل انا شخصيا بقالنا يومين كده ايه، انا شايف امبارح كنت في المول شايف الناس ايه حاسه، ايه المعارك قدامها ايه، اسبوعين ثلاثه يعني في راحه في الشوارع. عندنا هدنه شويه. حمزه، موسيقى، ايه الموسيقى اللي في اللقاءات النهارده؟ والله يعني يمكن انا شايف اكتر المساله مش ببعد فني قد ما ببعد في ذكاء وفي مذاكره. يمكن ده يعني اقدر اسميه في اللغه الموسيقيه التناغم او نوع من الهارموني شويه، اللي هو التنسيق ما بين الأفكار ومحاولة إرضاء أطراف كتير في نفس الوقت. هي نوع من هي طبعا سياسة يعني، وهو ده فن في النهاية برضو. وأظن برضو على مستوى الفن ممكن نتكلم بالإضافة أنه الهارمون يعني أنه الارتجال. انا شفت في كتير من يعني كذا خطاب له أنه بدأ يبقى فيه ارتجال، وارتجال بيكون في محله، ما يكونش ارتجال بس، ربما احيانا يكون الارتجال افضل من النص المفهوم. بالظبط، وكان له رد فعل قوي جدا يعني، وده في الموسيقى برضو. فمساله الارتجال بيبقى ليها برضو واقع، انه المساله دي ما جاتش بشكل منظم، فلما بيحصل لما بتجيب جون يعني الارتجال ده بيبقى يكون تاثيره اقوى يعني. فانا شايف بشكل عام المساله ايجابيه جدا يعني. ايجابيه جدا بالنسبه لك الناقد. الحقيقه في درجه مرونه عاليه يعني. اول خطاب له بعد الفرز على طول، كتبت انا حتى قلت ان هو زي واعظ في الجامع يوم الجمعه. كان الخطاب عباره عن واحد في منبر جامع وايات قرانيه مثلا بتقال مباشره او بيتم تضمينها، واغفل فيها حتى ان يذكر ايات من الانجيل، بما انك رئيس جمهوريه والانجيل مليء بالايات اللي ممكن تدلل بيها على المواقف. فخطاب الاولاني خلى من ده خالص، من اي ايه بالانجيل، وكان ايات قرانيه عديده، وده كان ضد المبدا اللي هو بيقول ان احنا دوله مدنيه حديثه. في الخطاب الثاني والثالث بعد كده في كل بدا يعني النقد اللي اتقال انا حسيت انه استوعبه تماما، وانه مثلا لم يتمسك باهلي وعشيرتي. نعم. بدا يدور على تعبير، هو عمال يدور لغايه دلوقتي على التعبير. هو قال انا حبيت اهرب من ايها المواطنون فلقيت نفسي لابس في اهلي وعشيرتي. فقعد يدور، هو لسه برضه عمال تحس انه ايه مش قادر يقولها مباشره ايها الاخوه المواطنون، لكن بيقول حاجه قريبه. يعني بيحاول يصل الى ده، كل ده يدخل في اطار المرونه. الفكره بقى ايضا انه حكايه ارضاء جميع الاطراف، انه يعني اقسم اليمين في التحرير فارضى الثوار، مش عايزين نقسم اقسامها. بعد كده عايز يرضي المجلس العسكري اللي هو طلع اللي هو القانون او يحافظ على الشرعيه. ما هي دي الشرعيه الموجوده على الدستور. بس شرعيه الثوار بتقول لا طبعا، انه لا نعم. القسم بتاع المحكمه الدستوريه ده مش تبعنا. فقال لك نبدا بالتحرير، اقسم لبتوع التحرير خلاص انت رضيته. راح عمل القسم الثاني في المحكمة الدستورية عشان يبقى المجلس العسكري حس انه الشكل الدستوري اللي هم قالوه اتنفذ، واقسم مرة ثالثة في جامعة القاهرة. فثلاث مرات يقسم من اجل ان هو يحاول يرضي الجميع، وفي نفس الوقت تكرار القسم دي مش نقيصة. نعم. يعني عايز اقول لا يعني، بس الجزء العميق اللي جواه لا يريد ان يغضب احد، حتى ثناؤه الدائم على القوات المسلحة وعلى الشرطة انا بظن ان هي من اجل ان يحقق، هو قال في 100 يوم لاجل تحقيق الخمسه اشياء اللي كان منها ان يحل مشكله القمامه والامن والبوتاجاز ورغيف العيش، انه مش ممكن يتحقق ده لا في 100 يوم ولا في 100 سنه بدون وجود شرطه قويه
قوية كمان، مش قوية بالمعنى المادي، لا قوية أدبية، لأنها طبعا الشرطة اتكسرت وجيش بيحمي المنظومة كلها. فهو جزء عشان يوصل لده يجب أن يحدث هذا التصالح. فهو ده قدر من المرونة لما مثلا أغفل الفنانين والإبداع وحرص بعد كده أنه هو يذكرها، لأنه أكيد ما كانش يقصد بس حس بأهمية ده. ما تعودناش قوي على رؤساء الجمهورية ان هم يبقى عندهم هذا القدر من الاستيعاب والمرونه. كان على طول اللي هيحصل ايه، انه لو حد انتقد حاجه زي كده هتلاقي 90% من الصحافه سواء كانت قوميه او ما تسمى بالمستقله، هي طبعا خاصه مش مستقله، والفضائيات كانت هتدافع عن الرئيس وانه من حقه يقول اهلي وعشيرتي وانه ما نسيش الابداع ده. ويا سلام على الجمال بتاع اهلي وعشيرتي وعلى الموده اللي فيه والقرب يعني. فهو فوجئ انه ما فيش بقى الباكينج ده، انتهى. انت مباشرة كل حد بيقول رأيه. فأنا رأيي ان هو فعلا استوعب ده وعنده قدر كبير من انه في لحظة، يعني مثلا هو داخل الجامعة عارف ان في مشكلة الطلبة، ان الامتحانات اتلغت، مفيش رئيس جمهورية يقدر في لحظة يغير ده. يعني تعودنا رئيس الجمهورية قدام الورق وبيكلم على قضايا كبرى، ايه يعني الامتحان اتلغى لكم، مش لكل الجامعة ده، لكذا كلية، حقوق ده. لما هو ده ذكاء انه القضية دي التي تبدو قضية صغيرة او تهم قطاع صغير، بما انها تشغل البيت وتشغل الطلاب، وهو بسببه انه هو رايح الجامعة، فالحقيقة قدر كمان دي يضيفها. ده هو ده بيدعم. لا بس المرونة. انا مستغرب ايه، انا مستغربك كده. ده المرونة بقى، ده المرونة ان انت ده مرونتك انت كده. انا مستغربك لان انا متعود دايما انك حتى والصورة تبدو جميلة بتبحث عن منطقة النقد. ما خلينا بقى واخد بالك احنا كده عمالين، انا عايز اشوف ايه التغير. طب ده كويس، هنشوف بعد كده. احنا دلوقتي ايه الجزء ده عجبنا مش كده، بنقول عليه عشان بعد كده لما نلاقي انه ال100 يوم خلصت ومفيش حاجه، انه مثلا فكره التصالح اللي قال عليها ما تمتش، انه بدا يتراجع عن المدنيه، مدنيه الدوله. وانا قلت في ثلاث وزارات هعرف منها توجهه، الاعلام والثقافه والتعليم. هو قال الحريه والعداله مش تاخد كل الوزارات، كويس، بس اذا خدت الثلاثه دولت انت هنا بتقول لا ده الحرية والعدالة بتحكم مصر والإخوان بيحكموا مصر. هيبان من الثلاث وزراء مصر رايحة فين. فلما لو اكتشفنا غدا بنتكلم على المرونة وعلى الموقف والاستيعاب وكله، هيبان قريب الكلام الإيجابي اللي بنقوله ده بيتحقق ولا لا. فعلينا ان احنا في اللحظة دي نتمسك بالجانب المضيء اللي احنا شايفينه، حتى يظهر اي جانب اخر هتلاقينا برضو بنفس القوة بنقوله. خلينا نروح لملفنا واقول لك انت ايضا يا محمد ممكن تشوف انعكاسات سلبيه، مش خوف بقى، انعكاسات سلبيه لو في سيطره او هيمنه من حزب الحريه والعداله او الاخوان المسلمين على المشهد السياسي في مصر. انعكاسات ده على الابداع ايه؟ انا بس انت مصنف شويه، عندك ميل شويه اقول اسلامي مش اخواني ولا اخواني، عشان بعض برضو قال اخواني. هو حكايه التصنيف دي عندنا سهله للاسف، زي ايام الثوره اللي كان مع الثوره، وشايف انت وجهه نظرك مختلفه معايا يبقى عميل او ممول. واللي دلوقتي تياره مثلا، انا كنت من الناس اللي اديت ابو الفتوح وبالتاكيد كنت ضد شفيق 100% يعني. وطبعا افلامي انا ملتزم، عندي زي كل واحد فينا عنده قدره المعين او تصوره. كلمه ملتزمه دي يعني معنى كده انك بتتكلم عن ملتزم وغير سينما ملتزمه وغير لا ملتزمة؟ لا ما انا هقول لحضرتك حاجه، ما هو دي هتجيلنا في الكلام. انا بتكلم ان كل واحد بما فيهم اكتر واحد متحرر عنده قدر معين او وجهه نظره في ايه، ليه حد يعني، ليه حد في دماغه يعني. فانا عندي، انا اللي بيعتبروني شويه ملتزم بالشكل اللي هم متخيلينه الناس اللي اسمه ملتزم، يعني الشكل اللي متعرف عليه بكلمه ملتزم. المهم كل ده من المفارقه ان احنا بنتضايق قوي من كلمه اخوان مسلمين، فالاقي ناس يقابلني يقول لي لا هم مش اخوان، يعني هم يحتكروا كلمه المسلمين، هيحتكروا كلمه المسلمين. وبعد كده لو واحد طلع ان هو متدين او ملتزم احنا بنقول عليه ده اخوان. فاهم؟ فاهم المفارقه يعني، احنا بنقول مش عاجبنا الاحتكار بس لو حد طلع ملتزم نقول عليه كده. المهم طبعا انا مش اخوان ولا حاجه، ولكن بحترم الاخوان. عندي في عيلتي ناس كتير اخوان، يعني ناس بحترمهم جدا، وشفت ناس. انا خالي يعني كان من امثله العليا وانا صغير، كان راجل بيتسجن واروح ازوره في السجن، كان شخص كمان يعني نقي جدا وانسان من لحد دلوقتي دايما بتبقى نظرتي بحاول على قد ما تقدر تبقى متوازنه في اي خطا انا شفته لاخطاء الاخوان عشان خالي.
عشان كان راجل دايما طول عمره بالنسبه لي انسان نقي، وانا شفته في بيته وشفته ازاي حياته. المهم انا لا انتمي لاي تيار اسلامي شخصيا يعني، وبالعكس انا عندي السنه ونص دي غيرتني انا شخصيا لو هنتكلم على الاسلام السياسي، ان انا علشان انا متدين بقيت خايف ان التيار الاسلامي السياسي غصب عنه، مع انهم اصحاب نوايا حسنه في الشارع بقى غصب عنهم اي، لو كل التيارات لسه مش مستعده بتتعلم اخطاء التيار المدني ممكن تقبل شويه، بس اختار التيار الاسلامي بتبقى جايه في الاسلام. مهما قعدنا نقول يا جماعه فرقوا بين الاسلام والتيار الاسلامي، انا قابلت ناس كتيره جدا، انت عارف ان انا صديق معز مسعود، نعم، فبمشي معاه طول الوقت، فكل شويه الاقي واحد بيوقفني يقول له انا بقيت شاكك. الناس مش متخيله الكلام ده، انا بس بقول لك اسال اي داعيه النهارده هتلاقي الكلام ده حصل. لا انا مش قصدي طبعا ان هم الاخوان او السلفيين سواء ناس وحشين او اي حاجه، بالعكس ان هي ناس نوايا حسنه، وانا بالذات بقول لك انا من عشان عائلتي فيها ناس نوايا حسنه جدا، ولكن النهارده الكلام ده فكره التعميم انت بتتكلم كفكره عامه كفكر اخوان ولا عن اشخاص تعرفهم يعني؟ لا انا بتكلم ان اولا لا انا عامه الاخوان انا عندي مشكله كبيره جدا جدا مع القيادات ومع الافراد، انا عمري ما قابلت حد افرد اخوان الا لقيته انسان مش هايل، انما القيادات الافكار الكفائر يعني وجهه نظري في مواقف كتيره جدا مش قادر انساها، بس مش من النوع اللي بخون يعني. انا عمري ما فسرت اي تفسير لحاجه اخوانيه اللي حصلت منها عدم وقوفهم لا الحاجات دي مش دي يعني، لا انا قصدي بس تفسيرها دايما ان هم دايما بيجتهدوا من وجهه نظرهم مش خيانه ومش مصالح ومن الحاجات دي، بس انا فاهم انا اقصد عشان قلناه كتير انا عايز ادخل في العمق الذي بين العمق اللي احنا عندنا هنا بقى. لو هنتكلم النهارده انا عايز اقول انا ليه بقدم نفسي النهارده كده، ليه بقدم نفسي النهارده كده؟ علشان نعرف نتكلم على يعني ايه حريه ابداع من غير ما الناس تبقى حاطه في دماغها. خلي بالكم الفنانين النهارده في فرق بين الفنان، انت النهارده قلت كلمه مهمه قوي، الفنان وناس كتير جدا لما بتيجي تدافع عن حقوقها بتبقى شايفه ان نقعد نتكلم في الموضوع نفسه يعني قصدي نقعد ناخد وندي دي اهانه. انا شخصيا شايف الكلام ده غلط، انا شايف ان احنا عندنا اثبتت الانتخابات ان هوى مصر على الاقل 50% منها اسلامي. وهذا يعني ان لازم يبقى في حوار، مش معناه ان انا هتنازل. انا من الناس المؤمنه بحريه الابداع، بس انا شايف ان احنا يعني في ناس متبنيه فكره التصادم وفي ناس متبنيه فكره الحوار. يعني لحد النهارده انا في وفد مثلا منهم عمرو سلامه صديقي راحوا قبله في مجلس الشعب لجنه الثقافه، حصل بينهم خناقه رهيبه. فين مجلس الشعب ده؟ في مجلس الشورى؟ في مجلس الشعب. مجلس الشعب لما كان داير، لما كان نعم حصل شتموا بعض. انا بفهمك ان للدرجه دي الموضوع، معظم المتدينين اللي في مصر جزء كبير منهم شايف الفن ده حاجه ملهاش لازمه، شايف الفن ده حاجه رفاهيه احنا بنتكلم فيها، مش واصله لهم فكره اهميته باي شكل من الاشكال. وعلى الطرف الاخر الفنانين شايفين ان حريتهم مطلقه وعايزين يدافعوا عن القصه دي كلها، ولا ده بيحاول يشرح لده وجهه نظره ولا ده بيحاول يشرح لده وجهه نظره. الكلام ده مع الاحتفاظ بان انا بقول لك انا من الناس اللي عندها، رغم ان انا عندي التزام شخصي في افلامي، انما انا من المؤمنين بحريه الاخرين وبدافع عنها باستماتة. ده كويس. بالنسبه لك يا حمزه وانت ملحن وصوت جميل بتغني، حاسس بقيد ولا حاسس انك طير فارد جناحك؟ احلم معايا، انت في مرحله الحلم ولا ارض الواقع حطك في حته تانية؟ لا اظن يعني هستمر وما اشعرش انه في قيد عليا او على افكاري واللي انا بحلم بيه والافكار اللي انا بحس بيها، ولكن في نفس الوقت انا فعلا متفهم تخوف كتير من في الوسط الفني على المشهد القادم هيكون شكله عمل ازاي. ده للاسف بسبب يعني نماذج كتيره كانت اتشافت على مستوى السياسي في العالم. لا ايضا لدينا خطاب لدينا خطاب مفزع يعني، وفي خطاب طبعا يعني كان متواجد، بس انا ما اقدرش افصل الخطاب ده عن 30 سنه اللي فاتت من نظام قمعي. نعم. يعني انا بتهيالي ان الخطاب اللي كان طالع بشكل متشدد جدا ده بسبب القمع والحياه السياسيه اللي كانت معوجه في 30 سنه اللي فاتت، فانا شايف ان ده ما اقدرش افصله عن ده. نعم. فلذلك انا متفائل لانه المناخ دايما الحر والمناخ اللي هو الناس كلها بتتقابل فيها وبتتكلم ويبقى في حوار فعلا زي محمد بيقول، انا شايف وجهة نظري ده هيكون يعني مدخل ممتاز لعمليه بقى انه يبقى في ارض مشتركه وعمليه تقبل الاخر حتى وانا مختلف معاه.
يعني حتى انا مش من نفس رايي لكني انا موافقه، واحنا يعني احنا في النهايه هدفنا مشترك، فانا شايف دي يعني منطلق جاي. انت شخصيا مش قلقان؟ لا. ولا انت كمان عندك خط ملتزم؟ فكره اميل شخصيا الى الالتزام. بص، فكره هل في الغنى في فكره الالتزام وعدم الالتزام؟ في الموسيقى في موسيقى ملتزمه وموسيقى غير ملتزمه؟ يعني انا عموما مش بحب التصنيف ده، اللي هو الموسيقى الملتزمه او الفن الملتزم وغير ملتزم، الفن الهادف، لانه يعني ايه هادف؟ والجمله نفسها مطاطيه جدا، ويعني ايه ملتزم؟ ولا ايه درجه الالتزام بتاعه؟ نعم. فانا شايف انه ممكن يكون في انواع كتير من الفنون تكون بتقدم فن ذو قيمه عاليه، او بيفضل يعني يتدرج الى الوصول الى التسليه ومجرد اللهو مش اكتر يعني. نعم. وده نوع من الفنون مطلوب في اوقات كتير، وده نوع من الفنون مطلوب في اوقات كتير. نعم. المشكله انه في الزمن الماضي او في قبل الثوره كان الاكتر الفنون كانت بتركز على عامل التسليه والالهاء وعامل يعني هل هي مستويات تعتبر فنيا حتى متدنيه، واحنا يعني استاذ طارق حتى ممكن يتكلم في المساله دي على القيمه الفنيه في ال 30 سنه اللي فاتت، يعني كان مستوى عامل حصل مراحل. يعني كان في الثمانينات عندك مد سينمائي كان رائع، وعندك نعم، وكان في افلام مقاولات، وكان يعني كان في امور كتيره، يعني المساله فعلا ما هياش يعني ما كانتش بالشكل اللي احنا كنا يعني نتمناه يعني. نعم. ف ف ف فده اللي اقصده، ان هو في النهايه المسألة نسبية جدا. أنت رافض التصنيف وشايف أن المبدع في النهاية يمارس إبداعه والجمهور في النهاية بيفرز. لكن لازم نتفق أنه ما فيش أي إبداع في الدنيا لا يمكن يكون يعني ملقى كده اللي هو على حريته المطلقة، ما فيش حاجة اسمها حرية مطلقة، يعني كل إنسان فعلا زي ما محمد قال أنه له برضو الحد بتاعه، او هو السقف اللي هو حتى بنيه لنفسه، يعني حتى اذا ما كانش المجتمع بنيه له، هو بني لنفسه سقف معين، وطبعا السقف ده بالتاكيد يكون هو متصل بشكل او باخر بمجتمعه. نعم. فده جواه بقى الاعراف وتربيته والتقاليد بتاعته، يعني احنا ما نقدرش نقول انه الفن ملقى كده على عواهنه بس لمجرد الحريه المطلقه يعني. فبالتالي ده مش موجود في العالم يعني حتى. طيب، ده كلام جميل. سؤالي للأستاذ طارق الشناوي اللي هاخد إجابته بعد الفاصل عشان نسمع كمان السادة المشاهدين لمن يريد أن يشاركنا، هل هناك خطر على الإبداع في مصر، على الفن في مصر، وشايف كوامن الخطر دي فين؟ نقدر نحط إيدينا عليها إزاي فنلتفت؟ كوامن الخطر اللي قالها دياب واللي قالها حمزة ده كفاية، ما تقولش هي إيه. بعد الفاصل نلتقي.